كلمة لا إله إلا الله بتدينا موقف صريح وواضح بين كل التيارات الفلسفية، وتدينا موقف أخلاقي، وتدينا حل. اجتماعي وحل سياسي حتى كمان. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. معناها إيه؟ ببساطة شديدة أن الحقيقة شهدت لذاتها، وشهد أيضا الملائكة وأولو العلم. الآية القرآنية البسيطة دي ما هيش مجرد كلمة لا إله إلا الله أربع كلمات أبدا، دي ثلاث أربع كلمات، لكن هي فيها فكر وفلسفة، وفيها بتحديد موقف. يعني مجرد ما تقول لا إله إلا الله يبقى حددت موقفك بين كل الفلسفات دي ورفضتها. فأكنها ما هيش مجرد كلام، ده موقف وفهم. الحاجة التانية في لا إله إلا الله أنها لها انعكاسات على السلوك. إذا قلت لا إله إلا الله مصدقا بها هيبتدي سلوكك يتغير وأخلاقك تتغير. ليه؟ لأن لا إله إلا الله في معناها الحقيقي هي كلمة تحرير، أن ما فيش قوي ولا فاعل ولا مميت ولا ضار ولا نافع غيره، يبقى معناها تحررت من كل الآلهة المزيفة، سواء كان واحد بلطجي أو إنسان طاغية أو ظالم أو لم تعد تخشى الموت أو تخشى المرض أو إلى آخره. بتقول في الآخر الأعمار بيد الله، ينتهي الخوف. يعني التشتت، لا إله إلا الله تنقذ النفس من التشتت ومن الضياع بين عدة آلهة. فبدل ما انت هتخاف من ده ومن ده ومن ده ومن ده، بتخاف من الميكروب والمرض والانفلونزا ومن مش عارف الحرامي ومن البوليس ومن، لا تخاف من ربنا بس. لا تخاف الا من واحد، ولا تخشى الا واحد، ولا تطمع الا في واحد، ولا تطيع الا واحد، ولا تسأل الا امام واحد. فكل ده يبسط، يوحد النفس ويجمع همة النفس على الله سبحانه وتعالى، ثم يديها شجاعة، لأن ما عادش الواحد يخاف بقى، ما دام النفع والضرر بإيده، يبقى أنا ما خافش من حد، لا هيقدر ينفعني بشيء ما كتبوش ربنا عليا، ولا يضرني بشيء ما قضاش به ربنا عليا، فأنا خاف منه ليه؟ ما خافش من الموت لان بقول الاعمار بيد الله، ما خافش من المرض لان المرض ده قضاء ربنا بينزله، وممكن هو بيمرض ويشفي، هو الشافي وهو المعافي. فما دام حطيت املي فيه وطمعي فيه وخوفي منه وطاعتي له ومسؤوليتي امامه، تبتدي المساله تتبسط خالص، والنفس نفسها يجتمع شمل النفس، شمل النفس يجتمع بهذا التوحيد، اكنك جيت سلكتها كده زي حبات السبحه في خيط واحد. فبدل ما تبقى نفس مشتته عماله ترتجف وتخاف من ده ومن ده ومن ده ومن ده ومنزعجه وهلوع وجزوع، وقاعد عمال تقول يا ترى، هتبقى انسان مطمئن. هيبتدي النفس يبقى فيها طمأنينه وسكينه وتوكل، و يخشها الراحة، تخشها النور من جوه، وتتحرر النفس، تتحرر. فمعنى لا إله إلا الله بالنسبة للإنسان معناها كمال أخلاقي، معناها طمأنينة وسكينة.